رح نعمل جولة على أبرز المحطات الثقافية والفنية، ورح نبدأ مع جامعة سيدة لويزة يلي بتدعي إلى حضور ريكويام أو قداس الموتى يلي بتحيي الموسيقى أو هي تحية للموسيقى الفرنسي موريس دوريفلي بمشاركة كورال جامعة سيدة لويزة مع عازف الأورج كوزيمو برونتيرا وبقيادة الأب خليل رحمة، مقطوعات موسيقية لدوريفلي بالإضافة إلى مقطوعات للأب رحمة مثل من الأعماق ولتوفيق سكر مثل ارحمني. الموعد 3/22 أدار الساعة 8 المساء بحرم جامعة سيدة لويزة بزوق مصبح. نتابع مع أخبارنا برعاية رئيس جامعة بيروت العربية، بتدعي إدارة العلاقات العامة إلى حضور حفل غنائي موسيقي بتحييه فرقة أماكن إعداد وأشراف المايسترو أندريه الحاج نهار الأربعاء 23 أدار الساعة 8 المساء بقاعة جمال عبد الناصر بحرم الجامعة. منتابعوا للسنة الثامنة على التوالي بيستقبلكم مهرجان عيد الأم للشطور والأزهار بالتعاون مع بلدية جبال يلي بيستقبل فصل الربيع بأجواء حلوة وألوان وزهور وإلى آخره. كان من المفروض أنه يكون هيدا الويك أند 18 19 20 و21 نهار عيد الأم، إنما بسبب الأحوال أحوال تأس يلي من المفترض كانت تكون ماطرة تأجل هالعيد ل 1 2 و3 نيسان. إذن بذكركم رح بيكون بساحة اليونسكو بجبال مع محطات فنية موسيقية وأكيد محطات خاصة بالأطفال. وخلي الزنبة يصرخ من قلبه موال والعصفور يترجل ويترجم إلى عروض الأفلام مع جامعة سيدة لويزة وسيني الخاص سيني كلاب الخاص فيها من تنظيم مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية. بكرة تنين رح بيكون في عرض لفيلم The Shoes of the Fisherman إخراج مايكل أندرسون مع سور لورنس أوليفيه وأنتوني كوين. إذا العرض بكرة الساعة 7 بعد الظهر بجامعة سيدة لويزة. رح ننتقل إلى الأعمال المسرحية. مسرحية لماذا ما زالت عروضها مستمرة للمخرجة لينا خوري عم تنعرض كل نهار خميس جمعة سبت وأحد ابتداء من الساعة 8:30 المساء على مسرح المدينة. إذن مع الممثل طلال جردي وغيرهم من الممثلين مسرحية المخرجة لينا خوري بعنوان لماذا ما زالت مستمرة عروضها كل نهار خميس جمعة سبت وأحد على مسرح المدينة. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الأخبار الثقافية لننتقل إلى محطة ثابتة كل نهار أحد مع أغنية بنتذكرها من الزمن الجميل، واليوم اخترنا أغنية ميل يا غزيل للفنانة نجاح سلام نسمعها. وميل يا غزيل يا غزيل
غزيل آه يا غزيل يا غزيل آه يا غزيل يا غزيل يا اتصال من زميلتنا وردة لنعرف اليوم مين ضيوف المجالس بالأمانات. صباح الخير ست وردة. صباح النور. كيفك؟ جوال أن جوال وشعنين مباركة علينا وعليك يا رب يا رب وعلى الجميع. تفضلي. أما عن عناوين المجالس بالأمانات فأولا شمعة وغصن زيتون الطفولة اليوم بتمون. عنوان آخر ريسي ميسيون امبوسيبل ان سيري. وبين العناوين برطيل برطيل وإلا خطة النفايات تعطيل. وفي الخاص عم يلعبوا الأولاد. وفي اللقاء وجوه تطل عبر المجالس بالأمانات تبشر بربيع لبنان مهما طال الفلتان. واليوم مع ألكسندر نجار. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. إلى اللقاء وموفقة. رح نرجع لعند الله معك لعند جوال وأحوال الطرقات. مباشرة إلى غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير اليوم معنا المعاون خضر بزي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ ماشي الحال تمام الحمد لله. شعنين مباركة وينعاد عليك وعليكم وعلى جميع. مثل ما بنعرف أنه اليوم الأحد أكيد حركة السير بتكون خفيفة بس أكيد رح يكون في إجراءات يمكن على الطرقات بمناسبة زياحة شعنين. أول شيء نحن بنعايد جميع الطوائف خاصة والإخوان المسيحيين بشكل عامة والإخوان المسيحيين بشكل خاص بمناسبة عيد الشعنين. وبالنسبة لحالة الطرقات هلا مبدئيا حالة الطرقات سالكة فاضية على جميع مسالك بيروت إن كان من الشمال أو من الجنوب أو من مسلك الشرقي. حتى داخل بيروت كمان الطرقات مبدئيا سالكة. أما بالنسبة للإجراءات المتخذة هي حفظ أمن ونظام من كالمعتاد يعني بجميع أمام جميع الكنائس المتخذة بشكل دوري. نعم. بالنسبة لحوادث السير عنا اليوم 11 حادث فيهم قتيل و13 جريح. وهو الحادث مثل ما نحن على طول بنضلنا نحذر منه حوادث الصدم المتكررة يوميا. وعندنا رادار نسبة عالية اليوم كمان 11 حادث يعني ما تنسي انه ليلة السبت هيدا الشيء بيكون نسبة مرتفعة بالحوادث.
عندنا الرادار كمان 605 محاضر رادار. في كمان عندنا اليوم اعمال تركيب للوحه الكترونيه ثانيه الفي ام اس على اوتوستراد المطار باتجاه المدينه الرياضيه. ما في عندنا قطع للسير هونيك، ولكن في تدابير متخذه. بنتمنى من المواطنين تخفيف السرعه هونيك حفاظا على سلامه المهندسين اللي عم بيقوموا باعمال هذه التركيب. اكيد. على كل حال نحن بكره بنرجع بنحكيكم باتصال جديد لحتى نعرف اكثر عن حال الطرقات. نرجع بنعايدك من جديد المعاون خضر بزي، يعطيك الف عافيه. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا.